هذا الأمر ليس جديد. منذ عام 2015 تداعى بعض النشطاء والاقتصاديين من الشمال الصوفية لاستبدال تداول الليرة، فكان بداية من عام 2015، ولكن لم توفق هذه الخطوة نتيجة ظروف معينة. ولكن مع الانهيارات الكبيرة أصبحت تقريبا مطلب شعبي. احنا اليوم في 15-12 كانت الصبح الليرة تساوي 842 مقابل الدولار، الآن 870 ليرة، يعني انخفضت 30 ليرة فقط خلال هذا اليوم بين الصبح والمساء. وهذا كل الناس يدفعهم مدخرات الليرة السورية أكيد انهارت، إضافة للأسعار تضاعف بشكل كبير. أزمات النظام الدعم السير الاقتصادية انعكست على المناطق الخلف. فلهذا ونتيجة ظروف كثيرة ومنها أنه تواجد 2000 ليرة بشكل غريب وعجيب جدا في المناطق العربية بكثرة بكميات هائلة، بس حتى لم نعد نجد غير مع حتى القطع النقدية الصغيرة فقدت. يعني احنا عندنا ال 50 ليرة خالص ما موجودة اطلاقا، وال 100 ليرة كمان مو موجود من ال 200 فما فوق.